حياكم الله وأهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نصل فيه أبرز ما كتب في الصحف بعد أهم العناوين. موقع ميدل إيستاي، فضيحة بيجاسوس تعري نجاح إسرائيل بالأمن السبراني. نقرأ في عربي 21، 45 قاضيا يرفضون قرارات قيس سعيد وتحذيرات من خطرها. عنوانة الاندبندنت، آخر ما يريده اللبنانيون تهديد باندلاع صراع جديد. نقرأ في نيويورك تايمز، أمريكا تترك الحكومة الأفغانية لتواجه مصيرها. نطالع في العربي الجديد، احتدام الصراع داخل الاتحاد الكردستاني، استقرار السليمانية مهدد. وفي القدس العربي، طالبان تواصل تقدمها في شمال أفغانستان وتتوعد باقتحام كابول. نقرأ أخيرا في العرب اللندنية، نصف مليون جرعة لقاح غير تونس. هل هناك 11,000 محكوم بالإعدام في العراق؟ تقول الكاتبة هيفاء زنجنة إن الإعلان المباشر والصريح بأن التعذيب في العراق حقيقة لم يعد بالإمكان السكوت عليها هو أمر يحسب لمصلحة التقرير، ولعلها من المرات النادرة التي لا يغلف فيها موظفو الأمم المتحدة، لا يغلفون تقاريرهم بمفردات مبهمة تتحمل التأويل المتناقض والشك في الحقيقة لتفادي التعرض المباشر إلى الحكومات القمعية. مفردات على غرار مزاعم وادعاءات تقود في نهاية التقرير إلى خلاصة تعبر فيها اللجنة عن القلق والاستنكار، ولعل موظفي الأمم المتحدة تعبوا من جراء القلق والاستنكار أمام الواقع المرير الذي يرونه. التعذيب حقيقة واقعية في جميع أنحاء العراق. أستهل التقرير بهذه الجملة الصارخة في إدانتها للممارسات اللا إنسانية في أماكن الاحتجاز التي لا تقتصر على وزارتي العدل والداخلية، بل أيضا وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني وقوات الحشد الشعبي، بالإضافة إلى أماكن اعتقال أخرى لم يعرف المحتجزون مكانها، ويحيط الغموض أعداد المحتجزين. فباستثناء وزارة العدل التي أفادت بوجود 39,518 محتجزاً عام 2020، من بينهم 2,115 امرأة و11,000 من بين أشكال التعذيب التي يذكرها التقرير، الضرب المبرح والصعق بالصدمات الكهربائية والتعليق من السقف والتعرض للعنف الجنسي، لا سيما الصدمات الكهربائية على أعضائهم التناسلية. ولاحظت البعثة أن الكثير من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم تحدثوا عن أشياء فعلوها بي هناك أشعر بالخجل من التحدث عنها. ولم يتضمن التقرير أوضاع السجون كفقر الخدمات والاكتظاظ، فقد تلقت البعثة معلومات عن وفاة 62 معتقلا في سجن الحوت بالناصرية جنوب العراق، و355 حالة وفاة في مرافق تابعة لوزارة العدل. يؤكد التقرير قبول التعذيب وسوء المعاملة مقبولا رسميا كوسيلة لانتزاع اعتراف، وهي سياسة منهجية تمارس على نطاق واسع، حيث قدم أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم البعثة روايات موثوقة وذات مصداقية عن تعرضهم للتعذيب. أضافت الكاتبة ما لم يتطرق إليه التقرير الأممي على أهميته هو حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي سيرافق المحتجزة المتعرضة للتعذيب مدى الحياة أحياناً، فما يهدف إليه الجلاد ليس انتزاع الاعتراف بجريمة ما فحسب، وإنما سلبه إنسانية الشخص وكرامته وسيطرة عليه بشكل يمتد إلى الابتزاز الاجتماعي والسياسي. لا يمكن أن يستبد الظالم وأن ينتشر في الظلم في مجتمع واع يعرف ما له وما عليه ويتحلى بالقيم والأخلاق ويعرف العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين العبد وربه.
لكن بنشر الجهل والأمية بكل أشكالها العلمية والسياسية والدينية يبدأ المجتمع بالتغير ويصبح أكبر مستهلك للجهل والخرافة ومتلقف لكل ما ينشر من خرافات وكاذبة عن صناعة الجهل في العراق. إذن كتب حسين صالح سبعوي في موقع مركز رسائل للدراسات. اليوم في العراق عملية غسيل الأدمغة ونشر الجهل تسير على قدم وساق من خلال الأحزاب المتمسكة بالسلطة، وهي تغطي على فسادها ونهبها للمال العام وترسيخها للطائفية والعرقية التي تمزق المجتمع، وكذا رجال الدين الذين أصبح نفوذهم يوازي نفوذ الساسة، بل وأحياناً يكون نفوذهم أكبر، ولهم نصيب كبير في صناعة الجهل ونشره من خلال التبعية العمياء لهم بادعائهم أن طاعتهم من طاعة الله تعالى. وها هم اليوم يملكون المليارات ويمتلكون العقارات ويعيشون بترف، بينما الأتباع يعيشون في بؤس وتقشف نتيجة طاعتهم العمياء لهؤلاء. وما أن تقوم أي جهة بمحاولة توعية الناس وتحذيرهم من مخاطر الجهل الذي يسوق عليهم، تبدأ أذرعهم الإعلامية وذبابهم الإلكتروني بالتشهير والتشويه وشيطنة هذه الجهة حتى يسكتوها أو يقومون بتصفيتها تحت دواعي الخيانة أو الخروج عن المذهب وما إلى ذلك من اتهامات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. فيبقى المصلح متهماً وغريباً في بلده، ويبقى الفاسدون هم أهل الدار وسادته. إضافة لتجهيل المجتمع وخداعه، فإن الجهل يعطي صورة سلبية عن واقع المجتمع باعتباره مجتمعاً يسهل خداعه كما في الحالة العراقية اليوم، بينما في الحقيقة الشعب العراقي هو شعب مثقف وواعي، ونادراً ما تجد بيتاً عراقياً يخلو من مكتبة حتى ولو كانت صغيرة، حتى قيل إن الكتب تؤلف في القاهرة وتطبع في بيروت وتقرأ في العراق. يحتاج العراق إذن إلى حملة وطنية علمية لنشر الوعي لمواجهة استراتيجية صناعة الجهل وفضح القائمين عليها، وإن مثل هذه الحملات كما يقول الكاتب تحتاج لقوى وطنية حريصة على ثقافة الشعب، وتحتاج أيضا إلى جهات علمية وثقافية تتكاتف فيما بينها. سلام مسافر كتب محنة العراقيين التي أصبحت ورقة ابتزاز بيد من السك، فقد استخدم الرئيس البيلاروسي منزوع الشرعية ألكسندر لوكاشينكو استخدم محنة العراقيين ورقة الابتزاز بلدان الاتحاد الأوروبي المجاورة لبلاده كليتوانيا وبولندا، ثم تخلى عنها بعد أن لاحت نذر تصعيد العقوبات على نظام فاز منافسوه بنسبة تزيد على 80%. جيرها لوكاشينكو بجرة قلم كما يقول الكاتب لمصلحته، ليتربع مجددا على رئاسة إحدى أصغر جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وأكثرها قمعا للحريات الديمقراطية. كتبت صحيفة كوميرسانت الروسية المقربة من إدارة الكرملين: انقلب الوضع على الحدود البيلاروسية الليتوانية 180 درجة بين عشية وضحاها، فبعد أن بدأ حرس الحدود الليتوانيون في إرجاع المهاجرين بالقوة إلى بيلاروسيا وألغى العراق والرحلات الجوية إلى مينسك، أمر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوات الأمن بإغلاق كل متر من الحدود، واشتركت المافيات العراقية وأغلبها يعمل من مدن كردستان العراق في ابتزاز الباحثين عن ملاذ آمن في دول اللجوء، واستثمرت شركتان عراقيتان للخطوط الجوية في العراق انفتاح مينسك على استقبال السياح العراقيين بدون تأشيرات، فنظمت 9 رحلات في الأسبوع نقلت آلاف العراقيين بينهم 2797 باحثاً عن اللجوء، عالقون الآن بين ليتوانيا وبيلاروسيا بعد أن أمر لوكاشينكو بغلق كل متر بوجه من استخدمهم
لفترة قريبة ورقة ابتزاز يساوم بها بلدان الاتحاد الأوروبي للاعتراف بشرعية نظامه. ووفقا للمعلومات، فإن لاجئا عراقيا شابا قتل على الحدود مع ليتوانيا داخل الأراضي البيلاروسية وسط غموض يحيط بالحادث الذي تتولى لجنة من السفارة العراقية في موسكو التحقيق في ملابساته. وكانت السفارة الروسية في بغداد قد أوقفت منح التأشيرات بعد الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا في روسيا وفي العراق أيضا. وتأتي هذه الإجراءات الأخيرة لتضع عوائق جديدة أمام دخول العراقيين إلى روسيا، بما في ذلك عقود الدراسة في الجامعات والمعاهد الروسية التي حولتها عصابات المافيا إلى مادة للاتجار بالبشر والتنسيق في المعالجات الفاسدة في بيلاروس، ورغبة رئيسها في ابتزاز الغرب بتحويل العراقيين إلى ألغام يزرعها على الحدود مع ليتوانيا وبولندا. في العرب اللندنية نقرأ مقالا للكاتب كرم نعمة تحت عنوان لا شهر عسل عند إدارة بايدن مع العالم العربي. قد يمنح الأمريكيون الرئيس جو بايدن أشهرا من العسل كمقدمة اختبار للحكم على أدائه بما يتعلق بشأنهم الداخلي من السيطرة على فيروس كورونا وصدمة ما بعد الوباء. وحتى قوانين الضرائب ونظام الدعم الاجتماعي لا يهمنا كثيرا إن كان انتهى أو لا يزال مستمرا هذا العسل، عسل تحقيق الوعود الانتخابية بين بايدن والشعب الأمريكي. فمحن العالم العربي التي تسببت بها أمريكا أشد بكثير من الهموم السياسية والاقتصادية للشعب الأمريكي. استقبال الرئيس الأمريكي للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لم يكن كافيا بدرجة ما لرفع منسوب الأمل عن الدور الأمريكي المرتقب في المنطقة، على الأقل تصحيح أخطاء ما ارتكبته الإدارات السابقة من جورج بوش الابن مرورا بأوباما حتى ترامب. فالتقاط الصور مع بايدن لا يعني أن القرارات الحقيقية اتخذت أثناء اللقاء في رواق البيت الأبيض. ومع أن الإدارة الأمريكية لم تضع بعد الملف السوري في أدراج الحفظ، لكنها لم تعلن عكس ذلك، ويمكن لنا أن نفترض أنها لا تملك ولا ترغب بالمشاركة الدولية في وضع استراتيجية لمستقبل سوريا كما تفعل روسيا. الأمر الذي يدفع إلى إطلاق حزمة أسئلة عن الدور الأمريكي في صناعة مستقبل البلاد المدمرة. فهل تركت كل ما يتعلق بسوريا لروسيا وتركيا وإيران؟ سؤال وجيه. وعندما يتعلق الأمر بالعراق فعلى الأغلب يقفز المثال الأفغاني وما يحصل اليوم وقبل استكمال انسحاب القوات الأمريكية. البلاد برمتها تسقط بيد طالبان المتطرفة، بينما نهج بايدن في العراق مبني على كل ما هو غائب في أفغانستان، وفق تعبير ديفيد إغناطيوس الكاتب في صحيفة واشنطن بوست بعد أسابيع من لقائه برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في بغداد. يوجد مأزق سياسي في المنطقة تتسبب به إيران، بينما إدارة بايدن تريد قبوله كما هو لتكون لدينا ثلاث نسخ من حزب الله تديرها طهران وتمتد من بغداد مرورا ببيروت وحتى صنعاء. وبعد تلك الأشهر حيث نظم الرئيس الأمريكي أولياته وأولوياته في السياسة الخارجية، يبرز السؤال أمام الأنظمة العربية: ما الذي ستفعله لمواجهة الواقع الذي نجحت إيران بفرضه عليها؟ كل القرارات ترى أن ما ينتظر المنطقة من أحداث ستكون جذرية، كلما تسنى للتاريخ استعادة ولاية الرئيس إبراهيم رئيسي، سواء أتحقق الاتفاق الأمريكي والإيراني بشأن البرنامج النووي أم تعثر. العراق في مفترق طرق، هذا عنوان مقال للكاتب فارس الخطاب. جاء فيه: تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في ختام الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي بإخراج قوات بلاده القتالية من الأراضي العراقية بنهاية شهر ديسمبر كانون الأول المقبل.
وهو ما عدته أوساط الميليشيات العراقية الموالية لإيران نصراً وفتحاً كبيراً لإيران وميليشياتها. يرى باحثون في الشأن الأمريكي وسياسات واشنطن تجاه العراق أن نشوة الميليشيات وبهجتها بقرار البيت الأبيض سحب القوات الأمريكية من العراق ليست في محلهما، لأنهم يرون في هذا القرار الأمريكي مجرد مناورة لا تعني بأي حال من الأحوال انسحاباً أمريكياً من هذا البلد، ولعدة أسباب، منها أن الاتفاق الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة في جولته أخيراً نص على تعهد العراق بحماية بعثة التحالف الدولي التي تتزعمها واشنطن، كما أبقى على الطواقم الخاصة بالتدريب والمشورة والتنسيق المعلوماتي الاستخباري، إضافة إلى الوحدات الخاصة بحماية المصالح الأمريكية، ومنها على سبيل المثال سفارة واشنطن في بغداد وقنصليتها في أربيل، وكذلك الإبقاء على أسراب الطائرات المختلفة في قواعد بعينها في العراق. إذن ومن منطلق النظرة الأمريكية إلى علاقتها بالعراق ومن واقع ترد الحالة العراقية عاما بعد آخر، فإن واقع الحال يقود إلى استنتاجات مهمة في سعي واشنطن إلى كسب عقول الأجيال المقبلة من العراقيين وقلوبهم، أي أمركت الأجيال التي ستكون في مواقع المسؤولية خلال العقد المقبل من خلال عدة ممارسات وأسس تضعها وتطورها يوما بعد آخر. ففي حين ينشغل قادة بعض الميليشيات الموالية لإيران بقصف قواعد محصنة من دون أن تصيب أي أمريكي، تبني واشنطن وتفتتح عدة جامعات أمريكية في العاصمة بغداد ومحافظات السليمانية ودهوك، وسيأتي الدور على البصرة وأربيل والموصل وغيرها، كما ستنال الشركات الأمريكية الحصص الأهم في الاستثمارات داخل العراق، بما يعني تشغيل ومعايشة أوساط عراقية مختلفة بشكل قريب جدا يجمع بين التخطيط الاجتماعي للتأثير والمكاسب المادية للعاملين في هذه الاستثمارات مصادر رزق رئيسة لهم. أضاف الكاتب بين الأمركة والأيرنة فارق واسع، فالأولى تعتمد الأساليب الأمريكية الإمبريالية المعروفة الرفاهية، التعليم، الإبهار، الديمقراطية وغيرها، والثاني يعتمد سياسة التجهيل والتعمية واستغلال عاطفة بسطاء الناس، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الدينية مثار الخلاف بين أبناء الأمة لتمرير مشروعاتهم وخططهم في إجراء التغييرات القسرية للمجتمع. ويبقى السؤال دائما بحسب الكاتب، هل هذان الخياران الأمركة والأيرنة هما فقط ما يمتلكه شعب العراق، أم أن هناك إرادة أقوى يمتلكها شعب العراق لفرض الأمر الواقع الذي يريده هو وليس ما يريده محتلوه وقتلة أبنائه؟ أين أخفق حزب النهضة في تونس؟ سؤال طرحه الكاتب حسن أبو هنية. جاء فيه: لا جدال أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قراراته الاستثنائية بالسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان، التي وصفها رئيس حزب النهضة رائد الغنوشي في البلاد بالانقلاب، ثم خفف لهجته وأعرب عن استعداده لتقديم تنازلات. لا شك هي قرارات انقلابية من دون أفق وتفتقر إلى الرؤية والاستراتيجية، فهي تعمق الأزمة وتضاعف الشكوك حول الديمقراطية التونسية. ظهرت خيبة أمل الجماهير بالنهضة بوضوح في مناسبات انتخابية عدة، لكن معضلة النهضة أنها كانت تفتقر إلى منظورات اجتماعية اقتصادية بديلة، فقد عززت حركة النهضة من نهج السياسات الليبرالية وبعدها النيوليبرالية التي أدت لخصخصة القطاع العام وإثراء طبقة من رجال الأعمال المقربين من جهاز الحكم، وهو ما فاقم من عدم المساواة في الدخل وتنامي الفجوة بين الطبقات. وعززت السياسات التحديثية من التنمية غير المتكافئة بين المركز والأطراف بالتركيز على المدن وإهمال الأرياف،
فالمشكلة الأساسية للنهضة تتمثل بالتماهي مع السياسات النيوليبرالية التي أفضت إلى الارتماء في أحضان صندوق النقد الدولي والاستسلام لوصفاته الكارثية برفع الدعم عن السلع الأساسية وتخفيض الأجور وزيادة الضرائب. أدى الخوف من عودة الاستبدادية إلى طغيان الانشغال بنجاح الديمقراطية، وهو ما أدى بدوره إلى نسج تحالفات وقتية للحفاظ على المكاسب الحزبية، وأفضى إلى غياب رؤية اقتصادية اجتماعية خارج الأطر النيوليبرالية التقليدية والهروب باتجاه قضايا جانبية. خلاصة القول أن إخفاق حزب النهضة يتمثل بهيمنة قلة تتفرد بصياغة الرؤية والأهداف واتخاذ القرارات الاستراتيجية وضمور روح الديمقراطية الداخلية، وهي معضلة تتشاركها مع كافة الأحزاب على اختلاف أيديولوجياتها، والأهم هي هيمنة السياسي على الاجتماعي والاقتصادي. أضاف الكاتب: من المؤكد أن تونس تعاني اختلالات اجتماعية واقتصادية كبيرة، أسهمت الأطراف السياسية في تفاقمها، وعملت جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الصحية والاقتصادية على كشفها وتعريتها، لكن ما حدث كشف أيضا عن الأزمة التي يعانيها الحزب الأكبر في تونس وهو حزب النهضة. بدأ مناخ فرنسا الصباحي المتمثل في تناول القهوة في أحد مقاهي فرنسا أكثر تعقيدا اليوم هذا الأسبوع، إذ أصبح لزاما على أي شخص إظهار شهادة صحية تفيد بتطعيمه ضد كوفيد-19 أو نتيجة اختبار سلبية لوباء كورونا قبل جلوسه على مقهاه المفضل. وقفزت معدلات التطعيم مع احتمال حرمان الفرنسيين من بعض الملذات اليومية، لكن الأمر أثار أيضا موجة احتجاجات بالشوارع، إذ قال رومان ديكريسينزو مدير مقهى فراي باريس بحي مونمارتر بالعاصمة الفرنسية، قال: الأمر بسيط، حملنا تطبيقا ونجري مسحا لرمز الاستجابة السريعة للعملاء، ولو كان مقبولا يصبح بوسعهم الدخول، أما إذا لم يكن كذلك فلا يسعنا خدمتهم. قبل الختام مشاهدينا، نبقى الآن مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذه تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.